مشروع إعادة تأهيل بترابط السبع بلش تقريباً من سنة 1995، يعني لحد هلأ ابنا بزرع حوالي 70,000 شجرة على أرض مساحتها تقريباً 280,000 متر مربع، وهذا البرنامج مكمل. يعني كيف عندنا برنامج استثمار، في عندنا برنامج استصلاح لنعمل ريهاب لكل هالأرض. عندنا تاريخ طويل بيننا وبين وزارة البيئة من التنسيق، كل البرامج اللي بنعملها من برامج استصلاح وبرامج استثمار كلها مع وزارة البيئة. نحن كشركة تراب الوطنية لازم نخلق منطقة تفصل حركة المقلع ما بين الضيعة المجاورة، وهو أول مشروع من نوعه بلبنان. حزام الأخضر هو عبارة عن حوالي 250,000 متر مربع بحيط عمل المقلع من كل الميلات. كلفنا شركة إيكوماد يلي هي أخصائية اليوم بتأهيل مقالع لشرق الإسمنت، وطلعنا اليوم بفكرة الجرين بيلت يلي هي خمس مناطق. المنطقة المحمية يلي هي تقريبا بقيت على طبيعتها لأن هي أساسا فيها شجر، عنا الناتشرال دايناميك زون، الإدوكيشنال زون، الويت زون، وفي عنا المنطقة الأخيرة يلي هي المنطقة الترفيهية والمنطقة كمان الأساسية يلي هون خلقنا منطقة مسطحة كلياً لكل الأهالي حتى من الضيعة أو من خارج الضيعة، يجوا يقدروا يعملوا بيكنيك، يجوا يقدروا يستفيدوا من هالمنطقة. نحن بضيعتان كتير حنستفيد من موضوع الخضار، هالمنطقة كلها حتصير هون مثل محمية بتجي العالم عليها بتتنزه فيها. يعني المهم إنه هالشركة تمشي وتعيش هالعالم منها، والمهم انه نحن ما ننضر، وهن يعني يشتغلوا على صعيد اثنين سوا. هذه المنطقة بس نجرى فيها شجرة كمان لازم نزيد الفونة والفورة بقلب المنطقة بحد ذاتها، فأزبط طريقة لنعمل هالشغلة إنه نحط النحل بهالمناطق اللي تم إعادة استصلاحها. هول بيز بيمثلوا pollution indicator، إذا البيئة كانت ملوثة هول بيز لهي يموتوا. بس لحنا بالسنوات الماضية تقريباً عطوا محصول 300 كيلو من العسل، وهذا العسل نوعيته كتير ممتازة لأنه طالع من أشجار الكينة. الويند بريكر هو جزء من الجرين بيلت، من ذات الكونسبت، بكون بمناطق منحدرة، الهدف منه هو فصل حركة المقلع اليوم عن الضيعة المجاورة. مشروع البحيرة هو قائم بنص المقلع على شغلة أساسية اللي هي إنه نحن عم نجرب to capture all the rain water يلي جاي بقلب المقلع، وهذا drainage water بتنزل مي نظيفة على البحر. الهيدروسيدين سلوبس هو بيكون عملية رش البذور حتى نعمل شيء اسمه هورايزن زيرو، هو بيخلي لوكال تريز بعد تقريبا سنة أو سنتين يطلعوا بيرجع الجبل تقريبا للونه الأخضر اللي كان قبل.